خلونا نروح نشوف دلوقتي مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا، استنونا. وده معادنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنشوف من خلالها إزاي المشاهير بتستخدم السوشيال ميديا. نجم السوشيال لاب النهاردة النجم كريم عبد العزيز اللي بيحتفل بنجاح فيلمه الجديد بيت الروبي، واللي حقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية وسجل أرقام قياسية في الإيرادات في مصر والوطن العربي. بيشارك في بطولة الفيلم نور اللبنانية كريم محمود عبد العزيز، طارق عماد وسمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسياندا. كريم عبد العزيز من النجوم اللي وجودهم قليل جدا على السوشيال ميديا، عنده أكاونت على إنستغرام وأكاونت تاني على الفيسبوك. تعالوا نبدأ من الإنستغرام. بيتابع كريم عبد العزيز 4 مليون متابع، أما هو فبيتابع 135 أكاونت، منهم الفنانة إسعاد يونس، أشرف عبد الباقي والمخرج شريف عرفة وغيرهم من نجوم الوسط الفني. نشر حوالي 99 صورة وفيديو، وآخر بوست نشره صورة مكتوب فيها الحمد لله حمد الشاكرين، وده طبعاً بعد نجاح فيلمه. الأكاونت كله عبارة عن مشاهد من أعماله الفنية وبوسترز لأفلامه، فلقينا أنه نشر أكتر من 50 صورة لأعماله، وكمان هو حريص أنه ينعك كل النجوم اللي رحلوا زي الفنان سمير غانم، دلال عبد العزيز ووحيد حامد رحمهم الله. من الإنستغرام نروح للفيسبوك. بيتابع كريم عبد العزيز 7 مليون فولورز، وآخر بوست نشره عن العرض الخاص لفيلم بيت الروبي. وكده بنكون وصلنا لنهاية السوشيال لاب.